يقول أنا هاجرت من بلد الكفر إلى هذه البلاد المملكة. يقول أنا هاجرت من بلاد الكفر إلى هذا البلد المملكة، والآن زوجتي محتاجة للعلاج والعلاج يكلف كثيرا. يقول هل أجلس في هذا البلد الأمين ومن الممكن أن تموت زوجتي بسبب عدم علاجها؟ لا يا أخي، لا يا أخي، روح وعالجه، روح وعالجه، ولا منك عالجه تجي أنت وياه. أهل البلد إذا احتاجوا للسفر للعلاج يسافرون، هذا هم يعالجون، هذا مباح، مباح السفر لأجل العلاج. نعم.